الحين استقبل اتصالات من الجمهور اللي حاب يصوت لمتسابق المفضل يدق ويعطيه النقاط في طبعا راح ناخذ ثلاث اتصالات بس. جمهورنا العزيز اتصلوا على الارقام الظاهره امامكم في الشاشه لاعطائكم نجمكم المفضل النقاط. حلو، جوله ثانيه، هذه الجوله الثانيه حقت الاتصالات، باقي الجوله الاخيره اللي هي الامثله. حلو مثل ايه سير. طيب حلو. علي وش فيك اليوم مع النقد يا ولد؟ والله انظمون ها رموني يا اخوي النقاد دولنا. والله انا مع احترامي شد لهم، يعني شوف فوق انهم اخروا فقرتي وامس اخروا فقره وازع وظالمين علمنا يعني ولا وقبل امس مؤخرين فقره محمد المسردي، يعني والله العظيم يعني والله من كثر الهرج وقل المنفعه. اي والله نقول البركه، والله قل البركه وقل المنفعه. اي والله نقول الله يطول بعمرك. لا والله هذا هم ترى النقاد، يعني هم كفو ونعم، لكن لا تاخذون بهرجهم مره، احنا والله في برنامجنا ما هم عادين المحاور اللي من ناحيه قال خلينا نجيب المحور ده. وهم انا شوف انا متاكد بكره خذ العلم بيجيبون محور لي اكيد، كل محور والله كل حلقه لي يجيبونها. خلاص عاد يا صالح مكسر انت سلطان، عفوك انكم مخرين فقرتي، عفستونا ما ندري الحين نشرب ماء ولا لا، بيدنا الفجر منا للحين والله ما تسحرنا. ما قلت من المحتوى. طيب واضح؟ طيب في اتصال جمهور؟ طيب متعب من رقعان غرد في وش عيوني؟ ان بغيت قصيده، بغيت شيله، بغيت تصريح، اللي ودك، المايك لك. لا والله ما غني، ما بغني. طلع 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 غنوا معي. خلني أبولي، يلا خلني أبولي صدى. أعطوه صدى، أعطوه أشو صوته يستاهل مثل. إيه ليه ما مخلوه مثل؟ تشيل ولا أخذ اتصال؟ أخذ اتصال، أخذ اتصال. اتصال جاهز. طيب من أسعد الله صباحك يا فيي. هلا والله. هلا والله، طول الصوت زياد أو أعطوني الصوت في البيز. تكلمي يا فيي. نعم. عندك فريق متعب بالرقعان وفريق علي مناحي، من حابة تهدين نقاط له؟ متعب بالرقعان. استاهل. طيب الله يعطيك العافية يا فيي. اول اتصال راح مع فريق متعب بالرقعان، باقي اتصالين انت الفايز وما ندري احد الان. ليه انت الفايز؟ يقول انت الفايز. انت الفايز ادري ماني فايز، متعب اسلم. طيب اسلم. هبونا صدى؟ والله ما هبونا، بيجي يحفلونا تاخر. اعطوه صدى يا رجيل. من العلبيز مشعل. مشعل ايوه عني اتكلم، ما في صدى. اللي ودك يا مسلمين الله يسامحكم، ترانا مسلمين حسوا بنا قبل تبخر مثل طيب المبخره. مشكلتي اني فاهم بس مش حاضر. لبيك. مشكلتي فاهم بس مش حاضر. فاهم مش حاضر، صح صوتك صح بدنك يا حبيبي. ما طول لي بعمرك. طيب معنا اتصال، لازم نسجل معنا اتصال. ايه طيب جمهورنا العزيز، ارقام الاتصال ظاهره في الشاشه عندكم، اللي حاب يتصل ويهدي نجمه المفضل نقاط يدق على ارقام الظاهره معكم. حلو. طيب عندنا اتصال من ساره من القصيم. طيب اسعد الله صباحك يا ساره. يا هلا والله. يا مرحبتين، يلا حياك. يا هلا بك. عندك فريق متعب بالرقعان وفريق علي مناحي. فريق متعب. يستاهل. يستاهل. اذكر والله، والله اللي يستاهل متعب. ثاني اتصال
الفريق متعب بالرقاط. متعب يا احمد ايه؟ طيب تسال لطيف علي عطنا مما عطاك الله ان بغيت قصيد خليه يغني غن غن ان بغيت اللي ودي اي قصيده شوف انا ملاحظ عند قصيدك كله تابع امورك هذا شيء حلو بس عطني القاء يعني زي ما تقول بدون امورك لو جرب مره ما المشكله الحفظ عندي ماشي مره صوتي حلو انا عيب نسلم صوتي حلو صوتي زين يلا انت صوتك حتى لو مو بحلو انت خلاص اغني ما نتغني طيب ايش تبغى نغني ناخذ اتصال ونجيك ايه خلاص طيب يا مرحبتين يا امجاد من الرياض اسعد الله صباحك يا هلا والله عندك فريق متعب بالرقعان وفريق علي مناحي من حبة تدين نقاط له النجم علي مناحي الاتصالات جولة الاتصالات انتهت فوز متعب اتصالين جاه وعلي وعلي مناحي جاه اتصال حلو يلا سمعنا ايش تبغى اللي ودك غن علي غني ايه يلا يلا ايش تبغون ايش تبغون اشلكم يلا على طول صدى يا رجل لا لا